تمام. في معبر رفح حاليا يصطف ما يقرب من 100 سيارة أخرى محملة أيضا بالمواد الطبية ومحملة بمواد الإغاثة تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة خلال الساعات أو خلال الأيام القليلة المقبلة. يمكن يعني بعض من المتطوعون المشاركين من الهلال الأحمر فور عودتهم يعني التقينا بعض منهم أكدوا على أن هذه الإعانات أو المواد الإغاثية يعني ضئيلة جدا فيما مقارنة بما يطلبه الهلال الأحمر الفلسطيني، ولكن حتى هذه اللحظة المعبر يقف فيه يعني ما يزيد عن 150 سيارة تقريبا، إضافة إلى عدد من السيارات الأخرى ما زالت حتى هذه اللحظة متوقفة في ساحة الصالة المغطاة في مدينة العريش. هل هناك لكن حتى هذه اللحظة أيضا لم يتم الإعلان عن موعد القافلة الأخرى التي سيتم إدخالها عبر معبر رفح.